السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في شرح جديد. إخواني، معنا 3 مواقع صادقة للربح من الإنترنت. إخواني أخواتي، هذا هو الموقع الأول كما تشاهدون، وهذه هي واجهة الموقع. إخواني أخواتي، وطريقة العمل في هذا الموقع، هذه هي طريقة العمل في هذا الموقع كما تلاحظون. إخواني أخواتي، هذه هي واجهة وصفحة الموقع. الموقع يقوم بجمع النقاط أو جمع عملة البيتكوين كما تلاحظون. بهذه الطريقة يقوم الموقع بجمع النقاط كما تلاحظون، أو جمع البيتكوين كما تلاحظون إخواني. وأول طريقة تقوم بها بعد التسجيل إخواني أخواتي، وطريقة التسجيل في هذا الموقع جد بسيطة، ما عليك سوى وضع محفظة البيتكوين الخاص بك. أن تضع محفظتك البيتكوين الخاصة بك، ثم تختار 6 أرقام، ثم تقول بالدخول، وتوجهك مباشرة إلى هذه الصفحة. وعند دخولك إلى هذه الصفحة الرئيسية للموقع بعد التسجيل، ستقوم بهذه العملية. تقوم بالضغط هنا أخي الكريم، وسيعطيك هذا الموقع، سيعطيك سبيرين أو بونيس تقوم بتجاوزه أولا. ها هو، هذا هو، لقد قمت به أنا أخواني أخواتي. هذا يعطيك هذا البونيس، ثم تقوم باختيار 4 دوائر عشوائية، وسيعطيك كم حصلت عليه من النقط. ثم تضغط هنا أخي الكريم، ثم ستظهرلك كم حصلت عليه. وهنا يعطيك 3 مرات أن تقوم بهذه العملية، وستلاحظون كم سيعطيك الموقع عند تجاوزك تلك العملية أخي الكريم. هنا يقول لك إن لم يحالفك الحظ وحصلت على 0 نقطة، سيعطيك الموقع 200,000 نقطة. وهنا يقوم إن حصلت على نقطة واحدة سيعطيك 50,000 نقطة، وإن حصلت على 2 نقاط يعطيك 15,000 نقطة، وهكذا إخواني أخواتي كما تلاحظون. وإن حصلت على 3 سيعطيك 100,000 نقطة إخواني كما تلاحظون. عندما تختار 4 دوائر ستظهر لك كم حصلت عليها، حصلت على نقطة أم 2 أم 3 أم 4 أم 0 نقطة كما تلاحظون إخواني. وهذه هي طريقة العمل في هذا الموقع جد البسيط إخواني. ثم نقوم بالرجوع إلى الصفحة الرئيسية للموقع، هذه هي صفحة الموقع كما تلاحظون إخواني أخواتي. هذه هي طريقة العمل، وأنا قد عملت في هذا الموقع 4 أيام تقريبا أو 3 أيام. وهذه هي المحفظة الخاصة بي إخواني أخواتي. وهذا هو الريفرنس الخاص بك، أو رابط الإحالة الخاص بك، تقوم بنسخه ووضعه في الجروبات في الواتساب أو الفيسبوك أو التويتر. ثم كل من تسجل على هذا الموقع، على هذا الرابط الخاص بك، ستحصل على 15% من النقاط أو من البيتكوين من هذا الموقع إخواني الرائع. وعند بلوغك، ويقول لك الموقع عند بلوغك 0.002، ستقوم بالسحب من هذا الموقع كما ستلاحظون. سنضغط على ويلدرا، وسترون أنني لم يقول الموقع لم تتجاوز أو لم تصل إلى المبلغ الذي ستقوم بالسحب من هذا الموقع. فهو يقول لك 0.002، ثم تقوم بالسحب من هذا الموقع، ولم يبقى لي سوى القليل لكي أسحب من هذا الموقع كما تلاحظون إخواني. هذا هو الموقع، وهذا هو شكله، وهذا هو طريقة العمل على هذا الموقع البسيط والرائع والصادق إخواني أخواتي. وهذا هو الموقع الأول، وسأريكم الموقع الثاني إخواني كما تلاحظون. وأنا سأريكم الموقع الثاني كما تلاحظون. هذا هو الموقع الثاني، وهذا الموقع صادق 100% إخواني. وقد سحبت منه مرتين، وقد سحبت منه البارحة إخواني كما سأريكم أنني سحبت من هذا الموقع الأمس إخواني أخواتي. نقوم بالضغط هنا، ثم سأريكم بأنني سحبت فيه البارحة ليلا إخواني كما ستلاحظون. وهذه هي السحوبات التي قمت بها.
هذا السحب الأول قمت به يوم 10/8/2020، وهذا هو المبلغ الذي وصلني إلى محفظة البيتكوين، وسيصلك المبلغ مباشرة بعد مرور 24 ساعة، وهذا هو الذي قمت به البارحة 7/9/7 سبتمبر 2020 الساعة 12 ليلا، قمت بسحب هذا الموقع من قمت بسحب هذا المبلغ من البيتكوين إلى محفظتي البارحة إخواني أخواتي، وهو والله صادق، ما عليك سوى أن تقوم بفتحه في أن تقوم بفتح الموقع في الهاتف الخاص بك وتتركه. أخي الكريم، كما تلاحظون سأريكم طريقة العمل في هذا الموقع، طريقة العمل في هذا الموقع نفس الطريقة التي شرحناه في الموقع الأول. إخواني كما تلاحظون ستترك الموقع يجمع لك النقاط أو يجمع لك البيتكوين، كما ستلاحظون هذا هو طريقة العمل فيه. وعند وصولك إلى 2400 أو 240 نقطة يقوم الموقع بالتوقف، ثم تقوم بإضافة الرصيد إلى هنا بالضغط على تقوم بالضغط على الكونفيرم هنا، ثم ستظهر لك الكابتشا تقوم بتجاوزها، ثم تقوم بكونفيرمي، وستضيف لك الموقع هنا المبلغ، تقوم بجمع المبلغ حتى تصل إلى 60,000 نقطة، ثم تقوم بالسحب من هذا الموقع إخواني أخواتي كما تلاحظون. إخواني هذا هو الموقع كما تلاحظون، فقط يجب عليك الصبر وأن تقوم بالعمل في هذا الموقع، وهو موقع صادق كما تلاحظون. يجب عليك الحصول عند حصولك على 240 تقوم بإضافتها إلى الرصيد الخاص بك هنا، سنقوم بالدرا لكي يقول لك الموقع عند حصولك إلى 60,000 نقطة تقوم بالسحب من هذا الموقع، عند بلوغك 60,000 نقطة تقوم من السحب من هذا الموقع إخواني أخواتي، فهو موقع صادق، وقد قمت بالسحب من هذا الموقع مرتين كما ترون أني سحبت منه البارحة إخواني. هذا هو الموقع وهذا طريقة العمل في هذا الموقع، ما عليك سوى تركه، وهو يقوم بجمع البيتكوين كما تلاحظون، وعند وصولك إلى 240 تقوم بإضافتها إلى الرصيد إخواني أخواتي، وقد شرحت هذا الموقع من قبل إخواني، ويوجد فيديو على هذا الموقع لكي ترون طريقة العمل، وأيضا طريقة إضافة 240 نقطة إلى رصيدك. وهذا الموقع الثاني إخواني، وسأريكم الموقع الثالث إخواني أخواتي. هذا هو الموقع الثالث، نفس العملية ونفس العمل إخواني أخواتي في هذا الموقع، كذلك هذا الموقع تقوم بتسجيل فيه، تقوم بوضع محفظتك البيتكوين، ثم تختار 6 أرقام، ثم تقوم بالدخول إلى الموقع، ستظهر لك هذه الصفحة مباشرة، والموقع أيضا يقوم بجمع البيتكوين بهذه الطريقة، وهما يتشابهان، هذا المواقع تتشابه إخواني كما تلاحظون، هذه صفحته الرئيسية لهذا الموقع، وهنا كم وصلت إليه من البيتكوين إخواني، لم يتبقى سوى القليل لكي أقوم بالسحب من هذا الموقع إخواني كما تلاحظون. طريقة العمل في هذا الموقع، ما عليك سوى ترك الموقع يعمل بهذه الطريقة ويقوم بجمع البيتكوين بهذه الطريقة كما تلاحظون إخواني أخواتي. نقوم بالضغط هنا، ثم نقوم بالضغط على والدرو لكي هذا هو والدرو، وهذا هو المبلغ الذي حصلت عليه الآن، والموقع يقول لك يجب عليك الحصول على 0.004، ثم تقوم بالسحب من هذا الموقع كما تلاحظون، وهذا هو رابط المحفظة الخاص بك كما تلاحظون، وهنا هو رصيدك الذي حصلت عليه، وكما قلت لكم عند حصولك على 0.004 تقوم بالسحب من هذا الموقع، وهنا يعطيك رابط
رابط الإحالة الخاص بك نضعت على الريفرنس هنا لكي يعطينا رابط الإحالة الخاص بهذا الموقع. رابط الإحالة هو رابط الإحالة الخاص بك، تقوم بإضافته في الفيسبوك في الجروب وفي التويتر، ثم كلما تسجل من هذا الموقع ستحصل إخواني على مجموعة من النقاط من هذا الموقع الرائع. إخواني كل هذه المواقع الثلاثة فهي صديقة إخواني وبسيطة، فما عليك إلا تركها في الهاتف الخاص بك، يعملون حتى يجمعون كل يوم يجمعون لك مبالغ إخواني كما تلاحظ. قد تركتهم في الهاتف بثلاث مواقع يعملون يوميا في الهاتف الخاص بي. إخواني أخواتي فهما موقعين الثلاثة صديقين، وأنا جربتهم إخواني أخواتي كما تلاحظون. هذا كل ما يخص هذه المواقع الثلاثة، فهي مواقع جد بسيطة ورائعة إخواني، وأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.